مرحبا، أود أن أعرفكم بنفسي. اسمي إسلام، طالب في العشرين من العمر، أو بالأحرى يجب أن أقول مضى من عمري 20 عاما، فذلك أكثر بلاغة في اللغة العربية. أسكن في مصر، في شمال مصر، بالقرب من الإسكندرية، في محافظة كفر الشيخ، تحديدا في مدينة تدعى بلطيم. بلطيم هي مدينة ساحلية تطل على البحر الأبيض، البحر الأبيض المتوسط. بالطبع تعرفون البحر الأبيض المتوسط. حقا أحب أن أكون بالقرب من البحر، فأحيانا أذهب للسباحة، أحيانا فقط أجلس لمشاهدة البحر، فالبحر يشعرني دائما بالأمان. ذات مرة قال لي أحد الأصدقاء: ألقي همومك في البحر. في الوقت الراهن أدرس الهندسة الميكانيكية بالتحديد، والتي سأتخرج منها بعد 3 سنوات ونصف السنة. أقضي إجازاتي في نوع آخر من الدراسة التي قد تتعلق بالهندسة وقد لا تتعلق بها، مثل برامج الرسم الهندسي أو تعلم اللغة الإنجليزية. أحاول دائما أن أحسن من مهاراتي في اللغة الإنجليزية أثناء الإجازات وأثناء الدراسة أيضا. يعمل والدي موجها للغة الإنجليزية، والذي يساعدني حقا عندما أواجه مشكلة ما، سواء كانت تلك المشكلة في اللغة الإنجليزية أو في الحياة عامة. فحقا والدي مصدر عون كبير لي، وبالطبع والدتي أيضا، فهي أيضا ربة منزل ممتازة، والتي أشعر بالفخر كونها والدتي. لدي أخ واحد وأربعة من الإخوة البنات. سافرنا جميعا إلى السعودية وقضينا هناك 3 أعوام، وهي البلد الوحيد الذي زرته خارج مصر. لكنني حقا أتطلع لزيارة بلد آخر، ألا وهو ألمانيا، فقد علمت بأن ألمانيا بلد صناعي كبير، بل قد تكون مصدر فخر للصناعات. أرجو أن أكون هناك ذات يوم من الأيام، وسأكون بإذن الله. من أكثر الأشياء التي أحب الحاسب الآلي، أحب الحاسب الآلي بصفة عامة في تطبيقاته وبرامجه وكذلك ألعابه، بل ألعابه هي أكثر شيء أحبه. لكنني أيضا أمارس كرة القدم، كلنا نحب كرة القدم، وكذلك أحب تنس الطاولة، أو كما يسميها البعض البينج بونج، فهو أكثر شيوعا من تنس الطاولة. بينما على النقيض لا أحب السياسة، أو لا، ليس كثيرا، لابد أن أعلم عن السياسة لكنني لا أحبها، فهي أحيانا تسبب الفرقة أو الفتنة بين الناس، وذلك ليس بالشيء الجيد. كذلك لا أحب تناول الأسماك، ليس كل الأسماك بل الكثير منها. في النهاية أرجو أن أكون في يوم من الأيام مصدر فخر لأهلي ولوطني وكذلك لديني. شكرا لكم.